اهلا بيكم مشاهدينا الكرام من جديد، وما زلنا بنستكمل حلقتنا النهارده من اللون الاخضر. والحقيقه اخر فقراتنا النهارده الحواريه هتكون عن عصب الزراعه. عصب الزراعه يعني الفلاح المصري، دايما احنا كقناه مصر الزراعيه بنعبر عن مشاكله عن حقوقه وعن صوته، المنبر اللي لازم يعبر من خلاله ونعرف ايه مشاكله دي ونطرحها، نتكلم عن كل ما يخص الفلاح المصري النهارده، ايه اهم الحقوق ليه وايه اهم الواجبات ايضا، ايه اهم المشاكل اللي بيواجهوها وازاي ممكن نقترح حلول على ارض الواقع عشان نقدر نساعد نتخلص من هذه المشاكل. النهارده هيكون معانا اثنين من فلاحين مصر واهم فلاحين مصر اللي هيكلموا عن ابرز هذه الملفات اللي ممكن نطرحها للفلاحين مصر. النهارده هيكون مشرفنا ومنورنا الحاج محمد القعب المدير العام التنفيذي للمجلس القومي للفلاحين. اهلا بيك يا حاج، نورنا. كمان الحاج صدقي الحريف نائب رئيس المجلس القومي للفلاحين والمنتجين الزراعيين، اسمحوا لنا نرحب بيه. اهلا بيك، منورنا ومشرفنا الحقيقه. ولو اتكلمنا عن يعني ملامح الشخصيه المصريه للفلاح المصري ممكن نتكلم ونقول ايه؟ لانه الحقيقه دايما زي ما قلت هو العصب الزراعه، هو اهم، هو يعني اللي ممكن يكون من خلاله بنهتم بالزراعه وبنهتم بقوتنا وبنهتم بعيشنا. فخليني اوجه الكلمه للحاج محمد القعب، تقول لنا وتكلمنا عن اهم ملامح الشخصيه المصريه للفلاح. شوفي، هي شخصيه الفلاح المصري دي شخصيه ضاربه بعمق في التاريخ وفي الحضاره الانسانيه كلها، لان اول حضاره انسانيه في العالم هي الحضاره المصريه القديمه، بنيت على الفلاح باعتباره كان هو عصب الحياه في هذا التوقيت، وهو من زرع الارض وهو من اكل كل الشعوب دي، وكان كل شعوب العالم كلها بتاخد من عندنا القمح وبتاخد من عندنا الاكل. فالفلاح المصري شخصيته شخصية ضاربة في أعماق التاريخ، ما هوش أبدا الكاركتر اللي موجود في التلفزيونات وفي المسلسلات الكلام ده. الفلاح المصري راجل تحمل المسؤولية من 7000 سنة. فالفلاح المصري له أصل، له جذور، شارك في التنمية على مدار 7000 سنة، هو عصب الحياة، ما نقدرش نقول كده بكلمات رائعة تعبيرية نقدر نعبر فعلا على الفلاح المصري. لو كمان عايزين نتكلم عن يعني رئيس دولتنا العظيم المحبوب الشخصية الجميلة، يعني زي ما بنذكر الفلاح لازم نذكر رئيس الدولة ومجهوداته وتحدياته الداخلية والخارجية على المستويين، يعني نقدر نقول ايه ونرسم ايضا ملامح شخصية الرئيس بتاعنا اللي بيمثل لنا مش بس رئيس، الحقيقة هو اب لينا، اب روحي جميل عظيم بيقدم لنا الكثير والكثير من التحديات والكثير من الانجازات والقرارات. فيعني نتكلم مع الحاج صدقي الحريف وتقول لنا رايك ايه في شخصيه السيد الرئيس. والله يا سيد الرئيس يعني جاء في فتره كان المنقذ بالنسبه للبلد. وكان هو يعني اللي حررنا من اللي احنا كنا فيه. وبعدين الرئيس الله يعني بصراحه يعني بيبذل جهد جامد جدا وبيعمل يعني كفايه انه مخلي كل وقته ليه؟ عشان الشعب المصري. ولكن عندنا احنا في البلد في برضه انفلات اخلاقي كتير، تعليقات جامده وتعليقات ملهاش لازمه. اما الرئيس ماشي في خطى بصراحه يعني كلنا وراه وكلنا معاه. وبعدين الرئيس هجيب منين؟ الرئيس ده عايز ناس تقف وراه وعايز ناس تشجع فيه، ولازم احنا نتحمل. هي فعلا الفتره اللي احنا فيها فتره عصيبه بالنسبه للاقتصاد المصري، لكن مش معنى كده ان دي مش هنموت، لكن احنا مرض وهنصحى منه، لكن المفروض ان احنا كلنا نقف خلف الرئيس في الايام دي بالذات، لان في ورانا فعلا يعني او حوالينا فيه مؤامرات جامده وفيه حاجات كتيره جدا. المفروض ان احنا نخلي بالنا من الكلام ده كله، لكن احنا قاعدين عمالين نعلق فيه برضه في الناس الاعلاميين. برضه صراحه في ناس بتتكلم بطريقه مش لطيفه، بحيث ان احنا المفروض النهارده احنا كلنا نبقى في نار الرئيس. الراجل واخدها رايح جاي كل بلاد، رايح الدول الافريقيه وراح الاسيويه النهارده، رايح بكره رايح اليابان، يعني كل اللي بيعمله ده والاتحاد الاوروبي كله، وحل الشكل المصري شكل دوله، فبقت في دوله يعني. النهارده بقى تبص تلاقي كل واحد بيتكلم من منطلق ان هو قاعد في تكييف ومش عارف حاجه ومش دريان باللي فيه، لكن المفروض ان احنا كلنا نتلف حول الرئيس وكلنا نقف وراه ونعيش الوقت اللي احنا عايشينه ده. لازم نعرف اللي حوالينا ايه، ده في ناس كل يوم بتموت وبتتدمر. احنا بنبص لمشكله
ان احنا عندنا كلام يعني التعليقات اللي ملهاش لازمة والكلام اللي بيحصل كل ده المفروض ان احنا نكون عندنا وعي، لان احنا في حالة حرب، ما احناش ده احنا في حالة حرب من كل الجهات. فالنهارده المفروض ان احنا كلنا بصراحة وربنا يكون في عونه، ما يجيش واحد. والراجل لما بيقول انا نبيع نفسه، مش معنى ان هو يبيع نفسه هيروح يبيع نفسه في السوق، لكن هو بيبيع نفسه المؤامرات، لانه ممكن هو يقعد برضه ويتعامل مع دول تخلينا شكلنا مستريح وكل حاجه، بس مش هي دي بالزبط. لكن هيوصلونا لطريق مأكول ما احناش هنوصل له، يعني مش هينفع. لكن الناس كلها متخيله ان الرئيس هيجيب من بيتهم، والرئيس بيعمل اقصى ما في جهده وملفوف حواليه حكومه برضه هو اللي عارفها فعلا، مش حد عارفها تاني حقيقي. هو اللي حاسس بيها، هو اللي عارف ده مين وده مين وده بيعمل ايه وبيجتمع بيهم، وهو اللي يقدر يقول ان ده صح وده غلط. هو كانت الحقيقه اشلاء دوله، يعني استلمها اشلاء دوله مثلا، رجعها ووصلها للرياده من تاني والنهضه من تاني والتطور. احنا كل يوم بنفوق على انجاز، فما بال هو بينام ازاي او بينام امتى لما كل يوم احنا نشوف انجاز جديد وقرار جديد ويعني مؤتمرات وسفريات وزيارات رائعه بتعود على استثمارات داخل مصر. بالظبط كده، كلنا لامسين ده. وكل بقى المحاولات اللي هي ملهاش لازمه دي المفروض ان احنا نصبر ونستكن شويه لحد الدوله ما توقف وتبقى تمام التمام، يبقى بعد كده نتكلم بقى وننقد لكن ده هو بصراحه اللي بيحصل ده، يعني ناس متطرفه وتعتبر ناس عندها انفلات اخلاقي مش معقول، يعني ما المفروض ان احنا نكون غير كده خالص. بعدين كل واحد عنده اخطاء، ما فيش واحد جه وما عندوش اخطاء، لكن احنا النهارده في وقت لازم كلنا نتلف حول. انا شايف الحقيقه ان هو النجاح في اي مكان لازم يعني يخلق اعداء لهذا النجاح، لازم يخلق ناس بتكره. لو النجاح ده مش ثابت نفسه او ما فيش نجاح، مش هيبقى فيه اعداء، مش هيبقى فيه ناس بتفسر في النجاح ده. ده دليل على قوه ووجود النجاح في بلدنا. خلينا لو عايزه اعرف تقييمكم يعني المبادره الاخيره لرؤيه مصر في 2030 التنميه المستدامه ورسم كده لخطط مصر القادمه، يعني قد ايه الشعب الرئيس هنا احنا شايفينه في نظره مستقبليه لمصر 15 سنه قدام، يعني ازاي حال الشعب هيكون قدام، ازاي ممكن يحسن. والحقيقه كان هو في خلال المبادره دي وخلال هذا المؤتمر وصل رسائل كثيره جدا، ومن اهمها لشعب مصر وفلاحين مصر، وقال لهم ازاي عايز يساندنا. فتقييم حضرتك ايه الحاج محمد القاضي؟ شوف يا ست الكل، اولا الرئيس عبد الفتاح السيسي ده احد خيوط النسيج المصري، ما هواش لا رئيس مأجور ولا رئيس وراه جماعة ولا رئيس له شلة ولا رئيس بيدافع عن حد ولا كلام الفارغ اللي عشنا فيه كتير ده. عبد الفتاح السيسي احتفظ بالألقاب وهو رئيسنا وتجرسنا، إلا إن هذا الرجل كان بيتكلم عنوان المبادرة 2030، يعني 2030 قدامنا فيها كمان 14 سنة. الناس دائما عايزين الحالي والآني، لأن الشعب المصري متعود على حل المشكلة اليومية. نعم. مش عنده بعد النظر ولا بعد الرؤية. لما جيلنا رئيس بيتخطى فترات حكمه القادمة بكمان 10 سنين، إذا هذا الرئيس يخطط لمصر ولا يخطط لعبد الفتاح السيسي. مفروض نفهم الكلام ده بقى. النهارده في 2030 لما بيقول انا، لما كان سرب معلومات عن سد النهضه، واحنا كتير قوي اتكلمنا في موضوع المايه مع الفلاحين بنقول لهم يا اخوانا في قرارات فعلا، لان القائمين على الملف ده ناس وطنيين من الدرجه الاولى، فاحنا ما احناش قلقانين. مع اقول لك على حاجه، اقسم بالله العظيم الناس عاد بتنام في وجود عبد الفتاح السيسي، بتنام تملى عينها نوم، وكذاب اللي ما يقول لك ما بنامش، والمزايد واللي عمال يشتغل على اجنده او مش اجنده، عشان كرهنا موضوع الاجندات ده. من يدعي الوطنيه على عبد الفتاح السيسي يراجع نفسه، احنا كلنا ناس وطنيين وكلنا في خندق واحد، وكلنا لازم نقف جنب الراجل ده ونسنده. الراجل ده رجليه حفيت بره، خدها من اوروبا لافريقيا، احنا كنا فين وبقينا فين؟ الاتحاد الافريقي كان مش عايز يضيتنا. النهارده احنا بناخد لجان الاتحاد الافريقي كله. النهارده اوروبا اللي كان بيقول مش هنقابل الرئيس هو اللي بياخد مواعيد من الرئيس حسب فضاء عشان يروح له. النهارده العملاق الاقتصادي الاسيوي اليابان، اليابان رايح لهم سياده الرئيس عشان موضوع التعليم في مصر، عشان اولادنا، المنظومه الجميله، عشان المنظومه اللي جايه. احنا النهارده ما بنحلش وقتي، طب خلينا نحل وقتي. كنا قاعدين هنا في الاستديو ده زمان، وكانت الكهرباء بتتقطع علينا بالثلاث ساعات.
طيب ما حدش فكر في ده؟ المزايدين ما فكروش في ده؟ احنا كنا بندخل نمون عربيات بنزين بنقعد يوم، ما فكروش في ده؟ ستات الفلاحين وستات الاحياء الشعبيه اللي كانت بتشيل انبوبه البوتاجاز وتروح تقعد 3 ايام قدام المنفذ، مش خلص ده؟ العيش اللي كان طوابيره تمتد لنص كيلو، مش خلص ده؟ النهارده السلع الغذائيه اللي بتطلع في رصيد الخبز دي، النهارده البيت مش مكتفي ذاتيا من التموين، ده كله ايه؟ الطرق، انا مش عايز حد يتكلم ولا زايد، اللي عايز يزايد يتفضل يخرج بعربيته ويطلع من الضبعه في اسكندريه، يروح اسماعيليه، يروح السويس، يروح هنا، يروح شقير، احنا يتفرج قبل ما تتكلم وقبل ما تزايد، انزل على الطبيعه وشوف الراجل ده عامل ايه. ده الراجل ده ما فيش مناقصه دوليه لما معروض على مكتبه، ده شيء احنا نعلمه تماما، بيتدخل في كل حاجه. الكهرباء، تعرف ان احنا عندنا فوات كهرباء النهارده؟ مين يقول؟ مين يقول في سنه ونص ان مصر يبقى فيها فوات كهرباء؟ ده حدوته عايزه، دي معجزات حقيقي، دي معجزات. كل شيء خارج للقوانين والحسابات فهو معجزه. تمام، اذا هذا الراجل بيعمل لنا معجزات، لازم نكون احنا الظهير الشعبي ليه. وانا بطمن فلاحين مصر ان الراجل ده حاطط الفلاحين في عينيه، وبيدبر لنا في المي، في 10 مليار متر مكعب تحليه ميه بحر وتحليه ميه الصرف عشان تخزين سد النهضه، والكلام ده قال وقالوا على الهوا ما نقولش جديد، واحنا نعلم هذا، ان مشكله الميه في مصر ان شاء الله محلوله، والخزان الجوفي ربنا بعته لنا في الغرب. التنميه كلها المليون ونص فدان ما فيهمش 30,000 فدان في سيناء، والباقي كله على المخزون الجوفي النوبي في غرب مصر. احنا عايزين ايه؟ عايزين اكتر من كده؟ حقيقة. لا 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 لا، يعني نزايد على هذا. انتقال للحاج صدقي الحريف، يعني انه فعلا يعني ما بقيناش، بقينا بننام، بقينا مطمنين، بقينا في حاجات كتيره جدا لو اتكلمنا مش هيكفينا حلقات وحلقات عنها. شايف ده بيعود فعلا زي على الاقتصاد المصري بجولاته بزياراته باستثماراته الخارجيه، وانه يعني ابتدينا يبقى في تطوير لعلاقاتنا مع الدول الاخرى اللي كانت في حين فعلا يعني هي ممكن تكون ما كانش فيه او كان في قطيعه وتجاهل بينا وبين دول كتير. طبيعة الحال كان يعني الرئيس ابتداها بأوروبا ودخل على أفريقيا ودخل دلوقتي على آسيا. المفروض إن احنا كلنا بنسيب الراجل بيتصرف، لأنه هو مش بيتصرف تصرف كمان. فين احنا؟ فين فين احنا أيام ما كنا بنمشي نتثبت بالعربياتنا ونقف وتبص تلاقي واحد طالع؟ فين الكلام ده كله؟ ده احنا بننام وفي أمن وفي أمان وفي الكلام ده كله. احنا مش، احنا طبعا مش بنجامل يعني، لكن احنا بنقول الحقائق، احنا شايفين اللي حوالينا ايه، كلنا لامسين وبناء عليه بنتكلم. لكن احنا الايام اللي احنا فيها دي المفروض ان احنا كنا نتلف فعلا، نتلف حوالين الرئيس زي ما قال الحاج محمد، وكلنا نبقى خلفه، لان الايام اللي احنا فيها دي مش محتاجه التزايد. لكن احنا في بقى كل واحد بيطلع يتكلم، واللي فاهم واللي مش فاهم، واللي رايح يعمل اللي مش عارف، يعني مواضيع خارجه خالص عن الاسلوب الصح اللي المفروض مرسوم للبلد. ولكن البلد احنا كلنا الحمد لله بخير، والفلاحين بخير برضه، وبعدين بنتفنن في الزراعه مع دكاتره محترمين ومع البحوث الزراعيه، يعني كل الكلام، وعندنا مساحه واسعه وعندنا طرق فعلا. انت لما تشوف الطريق اللي هو طالع من 6 اكتوبر من ميدان جهينه لحد الضبعه، يعني الطريق الاقليمي ده جزرائة. وكل ده هيبقى من ناحيه زراعه ومن ناحيه، احنا لازم يعني لازم ناخد ايه ستوب شويه لحد ما نسيب الرئيس ونسيب اللي حواليه هم يتصرفوا، وان شاء الله هتبقى البلد زي الفل. لكن التصرف احنا مالناش، الوقت ده بيعدي، وياما حصل لنا وياما دخلنا في ازمات وفوقنا منها حقيقي. لكن النهارده يعني احنا شايفين قدامنا فعلا انجازات. وبعدين احنا انتوا مش عارفين ده في حاجات فعلا، يعني مساله الطرق ومساله الميه ومساله اللي بيجري فيها الرئيس والكهرباء والكلام ده كله والغاز والبنزين، كل ده احنا مش حاسين بيه. ده احنا كنا شايفين الذل، كان الواحد بيقعد ساعه عشان يخش محطه بنزين عشان يمام عربيته. حقيقي النهارده يعني الامور ماشيه، فاحنا عايزين يعني ايه بلاش مزايدات وننتظر، وان شاء الله باذن الله خير. والراجل ده يعني بصراحه مدي يعني مش مدي لنفسه فرصه ان هو حتى يستريح. حقيقي وكان شكله باين خلاص في خطابه الاخير ما بينامش حقيقي، وتنرفز واعصابه تعبانه، لان ما حدش حاسس بيه بالظبط، فعلا ما حدش حاسس بيه.
لكن والله العظيم الراجل ده ده ربنا بعته، ده منقذ. والحقيقه هو واجه كمان من ضمن رسالاته في الخطاب الاخير للاعلام لما اتكلم انه لازم ان ما فيش اتصال مباشر ما بين الحكومه والاعلام، يعني وده اللي خلى ممكن يكون فيه هجوم على الحكومه. ودي حقيقه. ودي حقيقه فعلا، ما فيش اتصال مباشر بين الاعلام، لان الاعلام بتبص تلاقي في ناس قاعده بتتكلم اي كلام، يعني فعلا في ناس، معلش مع احترامي للقناه والاعلاميين، في ناس فعلا عندها انفلات اخلاقي في التصفيات الخاصه، المفروض ان احنا كلنا اصحابها رجال الاعمال اللي يعني مجرد هدفها الربح والفلوس و و و فان اطلع حد مش موثوق فيه ويتكلم اي كلام ويقول اي حاجه في ظل الانجازات اللي احنا شايفينها ولمسينها والفارق الكبير اللي احنا شايفينه ما بين مرحله والتانيه. ما هو ده اللي احنا بنقول فيه بقى، يعني المفروض ان احنا فعلا نتخل الله في نفسنا كده، وكل واحد يعرف هو بيعمل ايه وكل واحد يشوف مصلحته هو فعلا. البلد فيها دي مش عايزه كلام خالص، فيها الاقتصاد تعبان شويه، فيها ناس تعبانه فعلا، لكن لازم نستحمل. ما هو ده قدرنا ان احنا طلعنا من 4 5 سنين فاتوا كانوا يعلم ربنا بيهم، فاحنا المفروض مش هنفوق في يوم وليله، يعني لازم ناخد وقت لحد ما نرجع تاني ونرجع لريادتنا ونهضتنا من تاني وتبقى الحياه طبيعيه. يعني ولو اخصنا الفلاحين بقى وقلنا ايه المطلوب منهم في المرحله المقبله، يعني هل العمل دايما نؤكد على العمل والانتاج هو هدف واحد لازم دايما هو ده الخطه بتاعتنا في المرحله المقبله، فايه المطلوب من الفلاحين في المرحله الجايه؟ شوف يا ست الكل، الفلاح المصري مش هنقول قاطرة التنمية في مصر، ولا هنقول لو بصيتي في فطارك وغداكي وعشاكي هتلاقي الفلاح المصري متربع على سفرة كبار القوم وعاليتهم وأقلهم، بداية من الفول المدمس وانتهاء باللحمة بكل أصناف. لما نقول الفلاح المصري يعمل إيه؟ الفلاح المصري مكلوم، الفلاح المصري مغلوب على أمره، الفلاح المصري متحمل كل هذا في سبيل إيه؟ عايز يربى عياله، عايز يعلم ولاده، عايز يتنفس. النهارده الفلاح المصري، احنا بنقول النهارده وزاره الزراعه وهي المعنيه بالفلاح المصري، الحقيقه النهارده موضوع القطن، كنا بنتكلم امبارح مع السيد رئيس قطاع الخدمات، الموضوع بذره القطن الجديد ده فعلا بذره قطن سلالات نقيه. بنوجه للفلاحين احترموا بقى ان السلالات نقيه، واللي عنده حته غريبه يروح ينقيها، وده كله دفع للاقتصاد المصري. احنا عندنا محصول القمح طبعا بذل فيه مجهود كبير جدا من السيد اعضاء مجلس الشعب لما راح السيد رئيس الوزراء ورجعوا لنا القرار 420 جنيه، برضه كان انتصار لاراده الفلاح المصري. النهارده لما نقول الفلاح المصري، النهارده بنك التنميه والائتمان الزراعي شغالين معاه، وكنا في زياره للبنك، والبنك ان شاء الله هيعمل قرارات بالنسبه للمتعثرين برضه من اجل الفلاح المصري. فاحنا عايزين نقول ان الفلاح المصري احنا عددنا كبير، الفلاحين في مصر باعتراف السيد رئيس الجمهوريه في عيد الفلاح قال لنا انتوا عددكم 52 مليون فلاح، اللي هم من يعمل في الفلاحه ومن والمزارع وسواء العربية اللي بين الخضار والجزار، ده كله عملية فلاحية متداخلة، خدت بال حضرتك؟ فاحنا النهارده 60% من مجموع الشعب ده حقيقي. فاحنا النهارده ك 60% من الشعب ده، احنا ما بنقولش عايزين تنظيم واحد يلم ال 60 مليون، ما فيش في الكون تنظيم يلم ال 60 مليون، احنا بنناشد الاراده السياسيه انها تضع في اعتبار تنفيذ احد مواد الدستور بان احنا نعمل كيان موحد للفلاحين، نقابه مهنيه. النقابة المهنية تخلص الفلاح من ده، لأن لابد لابد المجلس الشعبي من ظهير شعبي، لابد لرئيس الجمهورية من ظهير شعبي، لابد للحكومة من ظهير شعبي. الظهير الشعبي هنا نقدر نقول ما هوش فاوي ده، الظهير الشعبي الفلاحين هم أقوى تنظيمات. وإحنا لو بنطالب بنقول يا مجلس الشعب طلع لنا القانون عندك وجاهز ومجلس الدولة موافق عليه، إحنا عايزين قرار مجلس الشعب إنشاء النقابة العامة الموحدة للفلاحين، وإحنا عملنا نواة لهذه النقابة. إحنا المجلس القومي للفلاحين ضمنه النقابة العامة الموحدة عند المطلب الرئيسي ده، إحنا إنشاء كيان واحد مجهزين النقابة العامة الموحدة على القرار. هتوقف عند حضرتك عند النقطة دي وهنكمل كلامنا، لأنه الحقيقة محتاجة تفاصيل كتيرة جدا في إنشاء كيان واحد للفلاحين، مظلة واحدة تحت، كله بيعمل تحت لواء واحد. بس هناخد اتصال تليفوني من أستاذ جمعة. أهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. حضرتك أكيد سامع النهاردة بنتكلم عن يعني موضوع مهم جدا خاص بفلاحين مصر، حضرتك ليك أي تعليق أي سؤال حابب تطرحه؟ والله احنا حضرتك يعني شاكرين لجهود الحكومه، بس يعني حضرتك لنا مشكله عاوزين نعرضها على النصر
المسؤولين عننا وبيتكلموا بصوتنا، ده هم قتلنا 30,000 فدان عليهم مكنه صرف راكبه من حوالي 25 سنه ولا 20 سنه وما اشتغلتش حتى الوقت. نعم، ده فين مكانه؟ 30,000 فدان شمال سهل الحسينيه. فين نقيب الفلاحين وفين الناس اللي بتتكلم باسم الفلاحين يشوفوا مشاكلنا دي يحلوها؟ اكيد. وعندنا كمان يعني الحقيقه في قناه مصر الصحفيه في العديد من البرامج اللي ممكن بتطرح هذه المشاكل، وهي في تواصل مع العديد من المسؤولين. فحضرتك اكيد طرحت لنا مشكله 30,000 فدان ده اللي محتاجين الماكينه انها تعمل من تاني. حضرتك الماكينه موجوده، المكنه موجوده تعمل بالظبط، بس مشكله في انها تعمل. لا تعمل حتى الان، و 30,000 فدان معرضين للدمار، ولا واحنا ناس فلاحين مالناش شغل غير الفلاحه. نعم نعم. 30,000 فدان حضرتك، السكك والطرق عايمه والبنيه اللي اتعملت اتبهدلت تاني ويعتبر هولوكوست. بنشكرك استاذ جمعه، بس بشكرك جزيل الشكر، اكيد صوتك موصول لكل المسؤولين بيشاهدونا، بس كمان حابين نسمع تعليق الحاج محمد على كلام استاذ الاستاذ جمعه في منطقه. المنطقه دي بلدي على فكره اللي بيتكلم فيها الاستاذ جمعه. تمام. منطقه جنوب سهل الحسينيه. هذه المنطقه لها مقننات ري من ترعه السلام. نعم. فمقننات الري غير كافيه للزراعات، نظرا لان في ناس كتير للامانه عشان انا ما دافعش عن مسؤول، في ناس بتزرع هناك في المنطقه دي اسماك، السمك بياخد كميه كبيره على حساب بقيه المنتفعين بالزراعه. فاحنا الكلام ده كله ما اتكلمنا فيه بتحليه الميه الصرف، الكلام ده كله ملف عند الرئيس، الكلام ده فيه ملف عند السيد الرئيس بيه، لان احنا بنستخدم مياه الصرف استخدام سيء، وبنناشد انا كمان من هنا من قناه مصر الزراعيه ناشد السيد وزير الري، يا سيد وزير الري نهايات الترع، مركز الحسينيه وصان الحجر ومنشيه عمر، دول كلهم نهايات ترع، فاحنا عايزين نظره للمنطقه دي على اساس ان ترعه السلام ممكن جدا تغطي لنا المنطقه دي، واللي زرع مخالف مزيله المخالفه بتاعته. الدوله النهارده خدت قوتها، الدوله النهارده تقدر تنفذ اي قرار اداري، فاحنا بنقول الفلاح المظلوم زي عم جمعه ده، طب ما هو عم جمعه ده فعلا ما بيوصلوش ميه من ايه؟ اكيد مزارع السمك طاغيه على الزراعات في المنطقه دي وبتاخد مقننات الميه. عشان كده دايما نقول في حاجات ما ينفعش جنب حاجات، فاحنا ما ينفعش نصدر مشاكل يا عم جمعه لعمال على بطال، احنا نقول المشكله ونقول حلها، لان احنا ما ينفعش نصدر المشكله للمسؤول، احنا نقول الحل ايه؟ الحل محتاجين ايه؟ زيادة المقننات، المخالف في زراعة السمك في المنطقة دي يتفضل منزلوه. خليني كمان انتقل للحاج صدقي، يعني لو اتكلمنا انه ده كله بيرجع لانشاء كيان واحد للفلاحين، لان يكون في مظله تطرح مشاكلهم وتطرح اقتراحات لحلول على ارض الواقع عشان نحل هذه المشاكل، ايه رايك؟ والله هو تعدد النقابات، كان في نقابات كل مجموعه عامله نقابه، فكان في تعدد نقابات اكثر من 27 نقابه. نعم. على الورق كده يعني. فطبعا احنا عملنا اجتماع في الفندق تريمف مع بالنسبه للمجلس القومي على اساس يجمع كل النقابات. نعم. ففعلا كل النقابات جت ووقعت، وكان ساعتها معانا المستشاره تهان الجبالي ووقعوا فعلا على ذات الموضوع. ولكن ان احنا بنفعل دلوقتي، عملنا النقابه العامه الموحده وخدنا بها تشهير تحت مظلة المجلس القومي للفلاحين. جميل. المجلس القومي للفلاحين هو يعني ايه، واخدين ملفات جامدة جدا، ومعانا أكثر من 13 عضو نائب في البرلمان برضه في النقابة، دول واخدين ملفات على أساس إن احنا بنوصل صوتنا للمجلس، بحيث إن فعلا بتتفعل كل الايه المسائل دي، لأن دي لما تبقى النقابة عامة موحدة تحت مظلة بتاعت المجلس القومي. نعم. هنقدر ان احنا يبقى لنا كلمه واحده وتقدري تتعاملي مع اي مسؤول في البلد. جميل قوي. لكن النهارده بتبص تلاقي مثلا المحافظ بيبعت للوزاره يقول لهم النبي مين النقيب؟ واحنا عندنا ده عايزين نعرف مين النقيب. لانه الحقيقه محتاجين ايضا تفاصيل كثيره جدا عن المجلس القومي للفلاحين وتفاصيل اكثر، ولكن هستاذن حضرتك معانا اتصال تليفوني من حنان من الفيوم، اهلا بيكي. الو اهلا بيكي، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحتي عندي مشكلة في حكاية البنك والائتمان الزراعي. بحكاية ايه؟ بنك. البنك التنمية والائتمان الزراعي. تنمية والائتمان الزراعي، اتفضلي. لو سمحتي الديون بتاع الفلاحين دي، هم بيطلعوا يتكلموا في كلام يعني غير اللي الناس هي فيه والهم اللي هي فيه. كل أي نقيب يطلع بيتكلم في مشكلة تاني، طب والديون دي والناس اللي محكوم عليها؟ الناس اللي محكوم عليها دي وهجة في مكان غير مكانها حرام. شوفوا لكم حل في الموضوع ده، البرامج اللي بيجيبوها حضرتك
بتابع البرامج كلها وكل الناس بتتكلم، اللي يكلمني مش عارفه يعني. طب ما تحلوا المشكله اللي احنا فيها دلوقتي حاليا. تمام تمام. الو تمام يا حبيبتي، ليكي اي تعليق اخر او اي سؤال تاني؟ عندي اللي هي المشكله دي، المشكله دي انا في احكام، في احكام علينا مش عارفين نعمل فيها ايه، هنمشي فين واحنا ستات وحضرتك عارفه. تمام. حضرتك بتعملي ايه؟ نعم حضرتك بتشتغلي ايه؟ مش بشتغل، انا كنت واخده كارد، والدتي واخده كارد ووالدتي تعبانه مش عارفه اروح اشوفها من الاحكام. تمام يا حبيبتي، حالا هنرد عليكي. بشكرك جزيل الشكر. يعني موضوع الديون انا عشان انا مهتم جدا بموضوع المتعسرين ده اللي هي بتتكلم فيه. نعم. ست حنان ده، شوفي عشان برضو نكون منصفين. نعم. ونكون رمانة الميزان ما بين الفلاح والدولة. نعم. اولا فلوس القروض اللي واخدينها الفلاحين دي فلوس مودعين من الفلاحين برضو. بالظبط. لان كل الجمعيات العامة حاطة فلوسها ودايع في بنك التنمية والتمكين الزراعي. ما نقدرش النهاردة اقول له اسقط الديون عن الفلاحين. نعم. لان اسقاط الديون معناها في فلاح تاني هيصرخ اللي هو صاحب الوديعة. بالظبط. تمام. فاحنا بنقول ايه؟ هو السيد عطية سالم الحقيقة. الراجل مشكورا عمل حاجة اسمها قطاع الديون المتعسرة. نعم. وجاب له راجل كفاءة كويسة استاذ ابراهيم الحديدي، وكنا معاهم اول امبارح في اجتماع في البنك على اساس ان احنا عايزين نعمل التسهيلات. الست حنان الحالات الخاصة والحالات الانسانية كنا بنتكلم فيها معاهم. هي تتفضل تروح للاستاذ محمد مراد مستشار البنك في الدور السادس في البنك اللي جنب وزارة الزراعة، وتطلع له وتقول له الحاله الانسانيه اللي هي فيها، لان النهارده فعلا البنك عامل تيسيرات للسداد. بينظر لهذه الحالات. بينظر لهذه الحالات. بيخصص لها بامانه شديده حتى لا نظلم الناس، عشان ما نبقاش دائما معول هدم في اجهزه الدوله. بالزبط. اما الفلاح النهارده اللي قادر اللي خد قرض واشترى ارض. حقيقي بالظبط. طب ما يبيع الارض، يبيع نص الارض هو الكسبان ويسد البنك. فاحنا عايزين نقول ان فلوس البنك دي فلوس مودعين، ان الديون دي على فلاحين والفلاحين تعبانين، والنهارده كنا بنطلب من الرئيس مد الملاحقات الامنيه كمان سنه، الا انه الرئيس بيدرس هذا الموضوع، لان فلوس المتعسرين دي هي فلوس مدعيين. جميل. فاحنا عايزين نكون هو ده صوت الفلاح المصري اللي بنسمعه دايما وبنطرحه وبنلاقي ليه حلول. ودايما احنا المنبر اللي بيعبر عنه، لانه الحقيقه لو شفنا كتير جدا من البرامج بنطرحها من خلال مصر الزراعيه بنلاقي في كتير جدا من المشاكل اللي بتحل على ارض الواقع بنلاقي لها، بس محتاج مننا ان احنا نبقى عندنا وعي ومتابعه دايما دائمه عشان نعرف الاماكن الخاصه زي ما حضرتك وضحت لنا كده. القطاع فيه مكان ل يعني الديون المتعثره واصحاب القروض المتعثره، وتقدري توصلي زي ما قال لنا للدور السادس لاستاذ محمد مراد هيقدر يفيدك اكتر في موضوع الديون القروض الخاصه بوالدك ووالدتك. راجل محترم مستشار البنك للديون المتعثره وراجل محترم. معانا كمان اتصال تليفوني من استاذ عيسى من الشرقيه. اهلا بيك استاذ عيسى. ايوه ان شاء الله. صباح الخير، اهلا بيك. سلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ست الكل؟ الحمد لله، اهلا بيك. بنشكر الحاج محمد والضيوف اللي معاه اللي زي العسل دول. استاذ الحاج صدقي يعني مهندس زراعي من الشرقيه من طن الحجر. اهلا بيك واهلا بكل اهل الشرقيه. الله يسترها معاك. احنا يعني يا حاج محمد انت منور الشاشه خالص، عاوزينك تعبر عن مشاكلنا في طن الحجر. عز الصحاوي. ربنا يخليك يا استاذ جمعه. الصرف يا حاج محمد يعني احنا انتباه لحته المنزله ومشاكل الصرف والري من المشاكل الغويصه خالص عندنا في طن الصرف والري. تمام. بتعانوا من ايه في الصرف؟ اتفضل. بدها صرف الصرف الزراعي، نتكلم على الصرف الزراعي. عاوزين الاهتمام بالصرف المتغطي شويه والاهتمام بالصرف المكشوف، وخصوصا في منطقه رمسيس وصون البحريه. نعم نعم تمام. ليك اي تعليق اخر او اي كلام اخر؟ وميه الميه الراجح بتضرنا، عاوزين زياده في التسميد. ميه الراجح البلاد دي 41,000 فدان منزرع تشرب ميه راجع، عاوزين زياده التسميد. التماد المقرر اللي بنعمل في الجلوبيه او في الفيوم او في المنوفيه ما يتعادلش مع منطقه صان نهائيا. نعم نعم تمام. بنشكرك استاذ عيسى من الشرقيه جزيل الشكر. يعني هناك مشاكل ولكن محتاجين على ارض الواقع يعني حلها، ومحتاجين ان احنا دايما بنطرح هذه المشاكل عشان نقدر في تواصل ما بيننا وبين الفلاح المصري ونقدر يبقى في حلول على ارض الواقع. لو رجعنا للحاج صدقي يعني كل ده ممكن يشمله كيان واحد زي ما كنا بنتكلم، نقابه باسم الفلاحين تطرح المشاكل دي ويقدر يبقى في اقتراحات من قبلهم يعني يقدروا يطرحوها على ارض الواقع، ايه العلاج والحل للمشاكل
المشاكل دي؟ والله احنا عاملين في كل في 27 محافظة نقيب لكل محافظة. جميل. على اساس ان يبقى في يعني كونتاكت بينه وبين المجلس. نعم. وكل محافظة فيها نقيب وفيها رئيس المجلس في, نعم. في نفس المحافظة. فان شاء الله ده هيعمل بحيث ان هيبقى في بيننا وبين المركز الرئيسي هنا في القاهره. نعم. بحيث ان كل مشاكل الفلاحين في كل المحافظات بيتعمل بها ملفات, ودي احنا بنختار بيها في بنروح وزاره الزراعه. احنا كل يوم في وزاره الزراعه بنروح الوزاره وبنشوف الجهه المختصه بالشكوى ديت بنخلصها. فدي هي اللي هتجمع يعني بالنسبه للنقابه العامه الموحده تحت مظلة المجلس دي, هتخلي كل المحافظات بالزبط. اي مشكله فيها هتبقى تحت الايه, تحت كيان واحد, تحت كيان واحد. بالنسبه برضو عايزين بالنسبه للارشاد الزراعي كان جه الاستاذ سيد خليفه دكتور سيد خليفه ده راجل محترم, وكنا قاعدين معاه امبارح برضو, وهيعيد تاني هيكله الارشاد الزراعي في في كل المحافظات وكل المراكز على اساس ان على اساس ان نرجع تاني للارشاد الزراعي والجمعيه التعاونيه, ونشوف بقى الـ 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 الايام زمان وزراعه القطن الكلام ده كله. احنا قعدنا معاه امبارح صراحه الراجل يعني متفاهم جدا, واحنا بنعمل معاه شغل بحيث ان يبقى كلنا الملفات دي كلها بنعمل تعاون معاه بحيث ان يبقى ايه اي حاجه في اي محافظه هتكون باذن الله في الجهه المختصه. تمام. ومعانا اتصال تليفوني اخر من الحاج سيد من دمياط. اهلا بيك يا حاج سيد. حاج سيد معانا؟ الو. ايوه اهلا بيك, صباح الخير. أيوة. اتفضل. الو. ايوه حاج سيد اتفضل, احنا سامعينك, حضرتك معانا على الهوا بالفعل, اتفضل. ماشي يا ابله, انا عايز اسال عايز اسال الحاج محمد. نوطي صوت التلفزيون وتابعنا من التليفون, اتفضل. ماشي اتفضل, وجه سؤالك لحاج محمد. ماشي. اتفضل. انا عايز اسال الحاج محمد سؤال. اتفضل سامعك. احنا عندنا حته بين دمياط الجديده ودمياط القديمه, المينا ودمياط القديمه بس. فطبعا عندنا حته تيجي 2000 فدان. نعم. جهاز التعمير عاوز ياخدها من الفلاحين. جهاز التعمير. نعم. فاحنا دلوقتي مش عارفين نعمل ايه. مش عارفين ايه؟ ايوه, هو بيسال سؤال على منطقه ما بين المينا وما بين دمياط القديمه. المشكله دي مساره. تمام, ليك اي سؤال تاني حاج سيد؟ طيب احنا بنشكرك شكرا جزيلا حاج محمد. هو عامه انا عايز اطمن فلاحين مصر بقى على كل المستويات. اولا هيئه التعمير كان فيها تجاوزات كتير جدا جدا جدا. نعم. فلما جه سياده الوزير الحالي عصام بيه فايت. نعم. الراجل اول يوم دخلنا له فيه كنا مع اعضاء مجلس الشعب. نعم. قلنا له يا سياده الوزير هيئه التعمير النهارده تقدر تحل ديون مصر كلها. في 600 مليار جنيه جاهزين مع الفلاحين يدفعوهم. وواضع اليد وقننوا لهم الارض, هنحل المشكله. هنحل المشكلة. المشكلة كانت في الموظفين, والحمد لله بدأ فيها شوية, في 13 واحد بيسألوا أمام النيابة ما نتكلمش فيهم إلا لما النيابة تاخد حقها. إلا إن أنا عايز أطمن الحاج سيد بتاع دمياط وكل اللي على شاكلة الحاج سيد. النهارده هيئة التعمير خدت قرارات كويسة جدا, لغت الاستشعار عن بعد لأنه كان في تضليل عن المساحات المزروعة. النهارده ال 1000 جنيه المقدم ممكن لدافع قديم هياخده تاني. النهارده أيمن بيه المعداوي صادر قرارات بإنه هيطلع على طول لجان تعاين وضع اليد على الطبيعه, والمنزرع هيتم تمليكه ودفع المقدمات بتاعته. فاحنا في الملف ده النهارده اقول لك النقابات بتعمل الفلاحين, احنا لا ما عندناش بروباجندا اعلاميه بقى ولا نروح نظهر ظهور الاعلام ولا الكلام الفارغ ده كله, احنا المهم ناخد قرارات سياديه في خدمه عمليه الفلاحين. الحاجه الثانيه اخويا عيسى بتاع صان اللي اتكلم عن مشكله ال 41000 فدان في رمسيس والمنطقه دي. انا بقول لك يا عم عيسى النهارده طريق رمسيس بورسعيد واعتمد طريق سياحي. نعم. ده ما كانش من فراغ, ده كان وراه رجاله بتجري وراه. النهارده اول ما الطريق يمشي يا عم عيسى الطرق بتعمل تنميه,
احد وسائل التنميه وزير الزراي لو عايزين يزوروا المنطقه دي، مش هقول لك الطريق مكسر، لا ده الطريق مرصوب لغايه ما تروح تشوف المشكله يا سياده الوزير. فاذا هنا عمليه التنميه المستدامه دي والبنيه الاساسيه كلها بتخدم على بعضها. واحنا النهارده بنتكلم للاجيال القادمه، الرئيس كان بيتكلم في 2030. نعم. احنا عايزين دائما نظرتنا تكون نظره بعيده ونظره ثاقبه، والفلاحين اتحملوا يا فلاحين، احنا كلنا متحملين واتحملوا شويه. واللي مشانا السنين اللي فاتت دي كلها اللي كان فيها انهيار لاخلاقيات الفلاح وضغط على الفلاح، نستحمل شويه الصغيرين اللي جايين دول، واحنا القادم احسن. أكيد القادم أكيد احسن. أكيد. وننتقل للحاج صدقي، يعني لو اتكلمنا عن المشاكل اللي بتطرح دي وبنسمعها من يعني صوت الفلاح المصري، المشاكل دي محتاجه ايه؟ محتاجه ننهض بقطاع الزراعي اكتر من كده؟ محتاجه ايه عشان ننهض بيه ايضا ونضع كده حاجات على ارض الواقع عشان ننهض بهذا القطاع؟ والله يا مشاكل الفلاح من زمان، ومشاكل كتيرة جدا ومعقدة، وتغير أكتر من وزير، وبرضه كان في حاجات كتيرة جدا في الوزارة، لكن مشاكل الفلاح دي أبدية. نعم. ومن زمان، وكل المسؤولين بتحاول إنها تصلح من المشاكل، لأنه فعلا عنده مشاكل جامدة جدا. الفلاح مظلوم ومتآكل، ومن زمان خالص الفلاح يعني لا مؤاخذة بيبقى عنده، لا المفروض يتعمل له برضه. احنا اتكلمنا في بالنسبه للتامين الصحي وبالنسبه للمعاش، ويعني الحاجات دي كلها اتكلمنا بالنسبه للفلاح، وبالنسبه للتوسع في الارض، عشان برضو الارض اللي اتعمل عليها مباني دي ارض كتيره جدا. نعم. فاحنا ابتدينا نبص برضو في الصحراء، عندنا في وادي النطرون، وعندنا في سينا، وعندنا في بني سويف، وعندنا في الشوط الغربي. عندنا اراضي كتيره جدا من الخطه بتاعه الرئيس اللي هي بتاعه 1.5 مليون فدان. فاحنا التوسع ده هو اللي هيخلي برضو ايه في انفراجه بالنسبه للفلاح. اما الفلاح مشاكله دي من زمان، يعني مش النهارده يعني بالظبط. بس احنا لازم نوفر له بقى عمليه تسويق الزراعه بتاعته، لازم نوفر له عمليه السماد، لازم نوفر له الماء، لازم كل الحاجات اللي هو المفروض يطلبها اللي هي الدوله المفروض تعملها له دي تتعمل. فاحنا كلنا عاملين ملفات بالكلام ده كله، وكلنا بنحاول ان احنا نوصل للترقب بالنسبه للفلاح في الايام اللي جايه، وان شاء الله بمشيئه الرحمن يعني في امل كبير جدا ان هيبقى كل الملفات دي تتنظر الايام اللي جايه دي. بس احنا نصبر كده شويه عشان الدنيا يعني مش مظبوطه، فاول الدنيا ما تمشي على الخط السليم هتلاقي كل الامور ماشيه كويسه. تحديات كتيره والظروف الصعبه اللي احنا بنمر بيها يعني مش سهله. بس خليني من الحاج محمد القعب نوجه رساله اخيره، ونتمنى ايه في المرحله المقبله للفلاحين مصر؟ شوف هي الرساله الاخيره، انا يحضرني فيلم للاستاذ شادي عبد السلام اسمه الفلاح الفصيح. الفيلم ده بينحصر في كلمتين. نعم. الفلاح لما تعرض لظلم الوالي، فبعت 65 رسالة للملك في هذا التوقيت. yeah. ولم تصل منهم إلا آخر رسالة، وما يأسش. احنا بقى ناخد نقطة ايه ما يأسش، لانه فضل عنده الامل في ان الحاكم هيقرا رسالته في يوم الايام. وعندما قرا الحاكم رساله هذا الفلاح الفصيح وعرف من فصاحته انه صاحب قضيه، فعلا اعطى الفلاح الفصيح اقطاعيه من ظلمه. فاحنا بنقول رسائل نوجهها للسيد الرئيس. اولا ربنا يكون في عونك. ثانيا احنا وراك وليس لنا مطالب. جميل. ثالثا اوعى تنظر الى الخلف. رابعا يا اعلام يا مصري، عيب في حاجه اسمها، كان في الرئيس السادات رحمه الله عليه كان طلع قانون اسمه حمايه الاخلاق من العيب. حمايه القيم من العيب، ده كان قانون. خد بالك، يا ريت يفعل، لان فعلا ايها الخجل اين حمرتك عشان تمسك في كلمه قالها الرئيس. حقيقي جميل. جدا. بالامل نقدر نختم حلقتنا، لان لا شك للاسف الحاج محمد. شوفي، وادي النيل هو مياه متجدده، في حضاره مصر متجدده، فكل يوم ميه بتجيلنا جديده، فهي الامل اللي موجود في مصر ان شاء الله، وحضارات الانهار كلها حضارات متجدده، واحنا منتظرين بكره ان شاء الله. حقيقي بشكرك على الكلام اللي من ذهب، لو وزن الحقيقه من ذهب، محتاجين فعلا كلنا يعني ايدي متكاتفه مع رئيسنا اللي كلنا شايفينه مش مجرد رئيس انما اب، انما محب لكل المصريين.
الفلاحين. بشكر الحاج محمد القعب المدير العام التنفيذي للمجلس القومي للفلاحين، بشكرك جزيل الشكر. كمان بشكر الحاج صدقي حريف نائب رئيس المجلس القومي للفلاحين والمنتجين الزراعيين، شرفتونا ونورتونا بهذه يمكن التفاصيل الكتيره جدا اللي اتكلمنا عنها، وقد ايه شفنا على ارض الواقع ان الزراعه هي ثروه مصر الحقيقيه. من خلال عصب الزراعه اللي هو فلاحين مصر هنقدر ننهض باقتصاد مصر وبزراعتنا. بشكركم مشاهدينا الكرام، الى ان نلقاكم في لقاء جديد واللون الاخضر، استودعكم عنايه الله وامنه، والى اللقاء. We'll be right back.